بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحلو الكريم، أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية مسائية مع انطلاقة شوطنا الرابع في تعداد أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الرابع وهو الشوط الخاص بالثنايا البكار بشعارات أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان وفي هذا المهرجان الغالي، مهرجان ولي عهد دبي. يأتي هذا المهرجان للدعم لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. نسير مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع البداية والصدارة والمقدمة وأرى هناك اللي قادت المجموعة منذ البداية. يتسلل شعار هجن الرئاسة إلى المقدمة بالتقدم الشاهينية ومتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى التسلل والتقدم والانطلاق في هذه اللحظات مع الطويلة من تاتي على مستوى المركز الثاني من هجن سيح السلم بقيادة سعيد بن سالم الليبي، من قدم أيضا مياس في الفترة الصباحية بالعرض المثير والعرض المتميز. يقدم الطويلة مع المركز الثاني، ثالث المراكز من الجانب الآخر الشاهينية التابعة لهجن العاصفة بتقدم غياث الهلالي. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى التقدم والتسلل والانطلاق لمنحاف لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، يعلن هذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع. خامسا مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل في هذه اللحظات الشاهينية بشعار هجن ند الشبا سالم بن سعيد يقودها بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، تصل في هذه اللحظات الشاهينية مع المركز السادس بشعار هجن الرئاسة ومتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري مقدما للشاهينية مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، تصل أفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وتقدم أحد الخبراء طارش بن مبارك بالقوبع، يأتي بتحديات أفراح مع المركز، مع المركز السابع، المركز الثامن، المركز الثامن الشاهينية لهجن ند الشبا سالم بن سعيد يقودها بهذا الانطلاق على مستوى المركز الثامن. تاسعا مشاهدينا متابعينا الكرام، تصل تتقدم مخيفة لهجن الشحانية على مستوى المركز التاسع بمتابعة جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري، يقدم تحديات مخيفة مع المركز التاسع. عاشرا مشاهدينا متابعينا الكرام، ياتي هذا الشعار ايضا شعار هجن الرئاسة مع الشاهينية، مع الشاهينية بتقدم المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من قدم الشاهينية على الصدارة والشاهينية ايضا مع المركز، مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الاول العشر المراكز المتقدمة بتحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير. ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج. نتابع الصدارة والشاهينية تقود هذه الجموعة، تنطلق بالصدارة بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع، الشعار الحمر شعار هجن الرئاسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، من قدم العديد والعديد مع الأسامي اللامعة مع هذا الشعار. ياتي بتقدم الشاهينية وهي تسير، تنطلق، تندفع بناموس هذا الشوط. الشاهينية ايضا احد الأسامي اللامعة مع المركز الثاني بالشعار هجن العاصفة والشعار ملكياتي مع المركز، مع المركز الثاني غياث الهلالي. يعلن هذا الانطلاق، يعلن هذا التحدي، الحوار ثنائي والصراع ثنائي والمقدمة ثنائية مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج بهذا الانطلاق المثير.
الخير والرايه. المركز الثالث، المركز الثالث، الطويله تاتي على مستوى المركز الثالث بالشعار هجن سيح السلام وتقدم سعيد بن سالم الينيبي العنيد ياتي بالتحديات الطويله مع المركز، مع المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع الشاهينيه بالشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عمليه التضمير والتدريب. ومع المركز الرابع من الجانب الاخر تاتي من حافل هجن الشحانيه ما اخذت لها زاويه بهذا التقدم بهذا الانطلاق تتسلل على مستوى المركز الرابع. يقدمها فارا بن محمد بن قريع يقدم تحديات ايضا من حاف على مستوى المركز الرابع. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام تصل في هذه اللحظات تتقدم مع المركز الخامس الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يقودها غياث الهلالي بهذا الانطلاق. وعلى مستوى المركز السادس ايضا الشاهينيه لهجن العاصفه غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. المركز السابع، المركز السابع من الجانب الاخر، من الجانب الاخر هملول القادمه على مستوى المركز السابع بالشعار هجن الرئاسه وتقدم علي بن يميل الوهيبي. الشاهينيه تصل مع المركز الثاني الثامن من هجن زعبيل بتقدم راشد بن محمد بن مروشد من قدم الشاهينية في الشوط الماضي. يقدم الشاهينية على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع والعاشر تصل في هذه اللحظات الشاهينية والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن الرئاسة ومتابعة وتقدم محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. ندانا الثاني أكملناه للعشر المراكز المتقدمة وال مسيرة تسير. وسألت عن موقعنا فنحن غادرنا لوحة الثلاثة كيلومترات بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعة. الشاهينية من تسيطر، من تتقدم، من تنطلق بناموس هذا الشوط على قمة الهرم، على قمة الهرم منذ البداية تقود هذه الجموع بشعار هجن الرئاسة ومتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. من يقدم هذا العرض المتميز بتقدم قدم الشاهينية. ولكن التحديات مع الشاهينية مع المركز الثاني لهجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي. المركز الثالث تصل من حافة لهجن الشحانية بالشعار الأدعم القادم أيضا مع المركز الثالث فاران بن محمد بن قريع يقدم من حافة على مستوى المركز الثالث. أحد الأسامي أيضا اللامعة بدأت تنضم يمشي ايضا يمشي التنافس ثلاثي على مقدمه هذا الشوط بالتحديات الشاهينيه بشعار هجن الرئاسه والشاهينيه لهجن العاصفه ومن حاف بشعار هجن الشحانيه. المركز الرابع الشاهينيه بشعار هجن ند الشبه تتقدم تتسلل بهذا الانطلاق المثير وبوابه المدرج. بوابه المدرج غادرناها لوحه الاثنين كيلومترات والشاهينية على رأس الحربة رغم الضغوطات الواردة عليها من كل حد من وصوب تقود المجموعة تنطلق بناموس هذا الشوط بشعار هجن الرئاسة والمجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. يفرض السيطرة التامة على مقدمة هذا الشوط مع الهيمنة اللي تقدمها الشاهينية من حاف مع المركز الثاني لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يقدم من حاف المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز الرابع القادمة الشاهينية لهجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب
بينما اذا انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الخامس تصل في هذه اللحظات الشاهينية مع المركز الخامس لهجن الرياسة وتقدم ومتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. ولكن اللي وصلت مخيفة تصل في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة لهجن الشحانية. جار الله بن محمد بن عقيل يقدم تحديات مخيفة على مستوى المركز السادس. سابعا مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية هجن ند الشبه سالم او هجن زعبيل بتقدم ومتابعة المتألق راشد بن محمد بن مرشد. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة. غادرنا لوحة الكيلو المتر الاخير الكيلو المثير ونعود مع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام من حاف على المقدمة على الصدارة. تبى تضيف النقطة الثانية لهذا الشعار وإلى المضمر فاران بن محمد بن قريع من يقدم تحديات من حاف. بدأت تباعد المسافة والشاهينية قادمة مع المركز الثاني الشاهينية. من حاف تسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط. الشاهينية تحاول اللحظات الأخيرة بفاران والمجازف ينتزع ناموس هذا الشوط بتقدم الشاهينية. باعدت المسافة. اذكر الله يا مشاهدين يا متابعين بهذا الأداء المتميز والعرض المثير اللي تقدم الشاهينية. تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة على تقدم وتألق الشاهينية بناموس هذا الشوط. مشكور يا المجازف مع هذا الانطلاق المتميز اللي قدمته الشاهينية ولحظات الوصول إلى خط النهاية من حاف مع المركز الثاني لهجن الشحانية. المركز الثالث هذه لحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام لهجن الشحانية مع المركز الثالث بالتقدم مخيفة. المركز الرابع لهجن ند الشبا. المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة في هذا الشوط. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية. بالتقدم الشاهينية 12 دقيقة 17 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لمحمد بن عتيج بن زيتون المهيري على فوز الشاهينية بالمركز الأول. من حاف مع المركز الثاني 12 دقيقة 19 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية والتهاني موصولة للمضمر فاران بن محمد بن قريع المري. بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه لحظات وصول وتقدم مخيفة مع المركز الثالث بشعار هجن الشحانية. تصل توقيت زمني مقدار 12 دقيقة 33 ثانية و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية، تهانينا للمضمر جار الله بن محمد بن عقيل المري، تهانينا للجميع والناموس. نتواصل أيها الحفل الكريم في أشواط